الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الباب 21 بعد 100 من الكتاب الثاني، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام الترمذي في سننه الحديث 13 بعد 300، قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة. حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول قوله قال: فانتهى الناس. ده كلام الإمام الزهري. فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. كده خلص حديث النبي، خلصت. باقي بقى ده تفسير قول سيدنا الإمام الزهري. قال: فانتهى الناس، يعني الصحابة، عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه، يعني أثناء السورة، ممكن نفهمها كده، لا يقرأوا معه السورة، أو أنهم لا وليس يفهم منها تركوا القراءة بالكلية حتى الفاتحة، يحتمل المعنى ده، ويحتمل أنهم تركوا القراءة بالكلية في أثناء الجهر فقط، وده مذهب المالكية، فهموا الحديث بكده، وهكذا يبقى فيها الخلاف. وهناك بعض العلماء زي الأحناف قالوا أنهم ترك القراءة بالكلية فيما جهر وفيما أسر مطلق، لدرجة بعض الأحناف قالوا يكره القراءة في السرية والجهرية، يكره يعني وصلوا، وبعضهم بالغ وقال لا يجوز، يعني حرام. لكن المشهور عنهم أنه ليس مفروضا له أن يقرأ، ولكن له أن يقرأ، ده المشهور عليهم من حيث العمل يعني. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن الرجل الذي نازع النبي أنه كان يجهر خلف الإمام، والجهر خلف الإمام حرام بالإجماع، ويبقى المعنى مش متعلق بقراءة الفاتحة وعدمها خالص، يبقى خارج عن محل الخلاف. يعني ممكن نفهم الحديث بطريقة نقول ده خارج عن محل النزاع، لأن النبي قال إيه، إن في واحد كان بيقرأ معايا، يعني سمعه، يعني جهر خلف الإمام، والجهر خلف الإمام من يعني؟ يبقى ترك الناس القراءة خلف الإمام، يعني تركوا الجهر خلف الإمام، وهذا أمر متفق عليه جميع فرق المسلمين، أن المأموم لا يجهر مع الإمام، بل إذا قرأ يقرأ سرا. يعني ممكن الحديث يفهم بطرق كثيرة، ويبقى حديث نص واحد، وكل فقيه يفهم منه طريقة، وبالتالي الأمر واسع، والحمد لله أنه وسع علينا الأمر. لكن نحن نستريح لمذهب الشافعية في المسألة،
أنه لابد أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، جهرا أو سرا، جهر الإمام أو أسر. هو ده إيه؟ خروجا من الخلاف، خصوصا إن راوي الحديث ده مين؟ أبو هريرة، هو نفسه اللي راوي حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هو نفسه. فإزاي هينقد نفسه؟ نقول له هنا روى أبو هريرة حديث يقول نفهم إنه لا يقرأ، ونفهم تاني حديث إنه لابد يقرأ. فلا بد إن احنا نفهمها بإنه هو يعني لا يجهر خلف الإمام، أن المأموم لا يجهر خلف الإمام، مش لا يقرأ، لا يجهر. فهمت المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة، وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف، قال الزهري فانتهى الناس، يعني بعضهم بينوا أن القائل ده هو الزهري في رواية تانية. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. يقرأ بها في نفسك يعني بغير جهر يعني. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. واختار أكثر أصحاب الحديث ألا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا يتتبع سكتات الإمام. يعني يتتبع سكتات الإمام يعني لا يقرأ أثناء قراءة الإمام، ولكن يقرأ الفاتحة أثناء سكوت الإمام. أدي معنى يتتبع سكتات الإمام. فهمت بقى؟ يعني ممكن الإمام يقول بسم الله الرحمن الرحيم ياخد نفسه، أنت تقول بعدها في اللحظة دي بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الحمد لله رب العالمين، وهو بيسكت تقول الحمد لله رب العالمين لحد ما يخلص وتخلص معاه، تبقى بتتبع سكتاته إن لم نكن له سكتة بين الفاتحة والسورة. أما إن كانت له سكتة بين الفاتحة والسورة فاقرأ في سكتة اللي بعد الفاتحة، يعني لك أن تتخير. فهمت بقى المسألة؟ أدي معنى يتتبع سكتات الإمام، يعني لا يقرأ أثناء قراءة الإمام ولكن يتتبع السكتات حتى يراعي قول الله عز وجل إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام. وبه يقول مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. طبعا مالك قال القراءة خلف الإمام فيما أسر، والشافعي قال فيما أسر وفيما جهر، والإمام أحمد بن حنبل قال أيضا فيما أسر، أما فيما جهر فله ألا يقرأ، فإن قرأ يقرأ في السكتة. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين اللي هم زي أبي حنيفة، يعني لا يروا لزوم القراءة خلف الإمام في السر وفي الجهر. وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. يبقى ابن المبارك عبد الله بن المبارك كان يقرأ فهو في نفسه يقرأ، لكن على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام، لأنه قال وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة صحيحة، يبقى جعل القراءة
مستحبة وليست ركنا. ده مذهب ابن المبارك. وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وده إيه؟ الشافعي ومن وافقه. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما، اللي هو وجوب القراءة مطلقا سواء جهر أو أسر، خصوصا للفاتحة. وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده. يا خد الإمام أحمد بن حنبل قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان منفردا، أما إن كان مأموما فيبقى فيما جهر الإمام لا يجب له القراءة، أما إذا أسر فيقرأ. ده قول إيه الإمام أحمد، وهو يشبه قول إيه المالكي في المسألة. فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. قال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده، واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وألا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام. يبقى من حيث العمل الإمام أحمد بن حنبل يشبه مذهب الشافعي من حيث العمل، لكن من حيث المناقشة يشبه مذهب المالكي. فهم؟ وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. وممكن يتفهم الحديث ده على فكرة إمتى؟ للمسبوق الذي أتى وأدرك الإمام في الركعة في الركوع بعد أن انتهى من القراءة، ففي الحالة دي هيدرك الركعة دون قراءة أم الكتاب لأنه مأموم، دي سورة ويفهم الحديث على هذه السورة بس، مش ممكن كده؟ ممكن. وده اللي فهمه الشافعية من هذا الحديث. فهم؟ غيرهم قالوا يعني يقصد فيما جهر زي المالكية، وغيرهم زي الأحناف قالوا مطلقا جهر أو أسر. فهمت بقى؟ كل واحد يجيب الحديث نص واحد، وده يفهمه بطريقه وده بطريقه وده بطريقه. يجوا بقى الوهابيه عايزين يخلوا الناس ماشيين على طريقه واحده، ازاي؟ مش عارف. هيبقى دين جديد بقى. احنا ديننا قائم على احتمالات كثيره. والفقه واسع. وربنا اراد الامر على هذا الامر. حتى يسع للناس. ويسع كل الفهوم. لكن هم لا، يريدون ان يضيقوا ما وسعه الله. ولذا ضيق الله عليهم مذهبهم. فعاشوا في ضيق. فإذا ناقشت الواحد منهم تجده ضيق الخلق. لأنه إيه؟ لأنه ضيق على الناس فضيق الله عليه خلقه. فلا يتحمل غيرهم حتى في المناقشة. فلازم المناقشة العلمية تكون هادئة بغير عصبية. وبغير تعصب مسبق. فهمت إزاي؟ لازم، وإلا لن تصل للحق. سيدنا جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام، كأنه بيوصف سورة المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا فأدرك معه الركوع ولم يقرأ أم الكتاب حسبت له ركعة، كأنه بيصف هذا، مش كده برضه؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد، اللي هو ذكر دخول المسجد. وردت أحاديث كثيرة بمجموعها يقول أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم
أعوذ بالله العظيم وبسلطاني القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله. وبعدين يدخل به قلمه اليمنى، بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ده مجموع الأحاديث، لكن إيه عند الرواية بيكتفي بعضهم ببعض الذكر، فهمت بقى؟ ويسن ايضا ان تنوي الاعتكاف عند مذهب الشافعي كمان، علشان الشافعيه يجيزوا الاعتكاف ولو لحظه. باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. وعن ابي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن امه فاطمه بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى. فاطمة بنت الحسين دي اللي هي متزوجة مين؟ سيدنا الحسن المثنى، فاهم؟ ومدفونة هنا في مصر، فاطمة بنت الحسين. فاطمة بنت الحسين هنا مدفونة فين؟ اللي بنسميها احنا فاطمة النبوية، اللي هي أم اليتامى، موجودة في الدرب الأحمر. زرتوها ولا ما زرتوهاش؟ هي دي بقى اللي هي فاطمة بنت الحسين، زوجة مين؟ زوجة سيدنا الحسن المثنى. لكن فاطمة زوجة الحسين اللي أنجب منها علي زين العابدين، اللي هي سمت نفسها فاطمة وهي كانت بنت كسرى، وانجبت سيدنا علي زين العابدين، مدفونه هنا في ام الغلام ورا سيدنا الحسين جنب سيدنا الحسين، فهمت؟ يبقى اصل فاطم كتير عشان ما تتلخبطش. فالراويه هنا بقى فاطمه بنت الحسين عن جدتها. جدتها مين؟ ستنا فاطمه. الحديث فيه انقطاع لانها لم تلقاه. يبقى الحديث فيه انقطاع، يبقى الحديث ضعيف الاسناد على طول كده. فاول حاجه تروح ظابطها عشان تتعود وانت بتقرا تبقى ايه مصحصح. عن جدتها فاطمه الكبرى، يبقى ما فيش اتصال، انقطع الاتصال يبقى فقد شرط الصح. اول حاجه كده وانت ماشي قبل ما تشوف هما بيقولوا ايه، شفت ازاي وانت بتقرا تبقى مصحصح. عن فاطمة الكبرى رضي الله عنها وعليه السلام قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. طبعا هنا في اختصار، لأن هو إيه بيبسمل الأول، كل شيء يبدأ بسم الله، تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، تجيب كمان الآل، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. كل ده يبقى الأحاديث أحيانا تأتي مختصرة. طب وتجيب النص الكامل منين؟ من مجموع الأحاديث، فلا تكتفي بحديث واحد. وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، عشان يوافق القرآن. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا إيه؟ من فضل الله. يبقى وأنت خارج تقول إيه؟ وافتح لي أبواب فضلك، ليناسب القرآن. وقال علي بن حجر قال إسماعيل بن إبراهيم: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به، قال: كان إذا دخل قال: رب افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لي باب فضلك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة. يعني مروي من طرق كثيرة، عشان كده جاب الإسناد إيه الضعيف ده تبركا بذكر إيه الآن، وصدر به الباب. يبقى كان عندهم بقى إيه يعني ايه لمحة محبة، فاختار الحديث اللي فيه اسناد اهل البيت وحطه مع انقطاع فيه وضعف في السند،
لكن يجبره شرف الرواه. فهمت بقى؟ خصوصا انه يوافق ما هو كان متصلا. خد بالك من فقههم في طريقه ايه الكتابه، مهمه تلاحظ. قال ابو عيسى حديث فاطمه حديث حسن وليس اسناده متصل. الله، ليس اسناده متصل يعني ضعيف، يقول لك عليه حسن. شفت بقى، شفت فقههم في الكلام، لانه يوافق ما هو اصح منه، يوافق الصحيح، فوافق الصحيح فانجبر من الضعف الى الحسن، يبقى حسن وليس اسناده متصل. طب وليه صدر به الباب؟ لشرف الرواه. فهمت بقى؟ ادي المساله. الحاجات دي كلها بقت غائبه عن ايه؟ عن فقه الجماعه اللي هم الوهابيه والسلفيه عند مراعاه الكتابه في مثل هذه المواضيع. ويدعوا ان هم سلفيه. اهو السلف اهو. يبقى عارف انه حديث ضعيف ويصدر به الباب. وفي الباب احاديث صحيحه وهو عارف ما يصدرش بيها الباب. لماذا؟ لشرف الرواهن. فهم؟ وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا. طبعا لأن ستنا فاطمة الكبرى الجدة اللي هي بنت النبي ماتت بعد نبينا بستة أشهر، ما كانش لسه سيدنا الحسن حتى أنجب علشان يجيب الحسن المثنى ويكبر كمان ويتجوز. فهمت ازاي؟ فكل ده معروف ان هي لم يتقبل يعني. ماتت بعد ما جوزت ال20 من عمرها، وقيل 25 وقيل اقل. ستنا فاطمه النبويه بنت نبينا عليها السلام. باب ما جاء اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين، اللي هي تحيه المسجد. ركعتي تحيه المسجد. ذهب الظاهرية إلى وجوبها، والجمهور قالوا أنها سنة. يبقى تحية المسجد الظاهرية عندهم أنها واجبة، يعني يأثم لو لم يصليها على مذهب الظاهرية لورود الأمر بها. واضح؟ فجعلوا الأمر للوجوب وليس للندب. أما جمهور الفقهاء قالوا أنها سنة وتسقط إذا جلس. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث غير محفوظ، والصحيح حديث أبي قتادة. وهذا حديث غير محفوظ من هذا الطريق، يعني من هذا الإسناد، يعني مش من حيث المتن، ده بيتكلم على الأسانيد. والصحيح حديث أبي قتادة، والعمل على هذا عند أصحابنا اللي هم أهل الحديث. استحبوا إذا دخل الرجل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. استحبوا، يبقى على الاستحباب لا على الوجوب، ويوافق مذهب الفقهاء. إلا الظاهرية قالوا بالوجوب، إلا أن يكون له عذر. ايه العذر؟ يمكن دخل المسجد ومش متوضئ ومفيش ميضاء. فاهم؟ يبقى خلاص بقى له عذر. او دخل المسجد لحاجه سريعه، يكلم انسان ويخرج، او يضع شيء في المسجد ويخرج، خلاص ما يجراش حاجه، لكن لا يريد المكث. او العذر حمله بعض الفقهاء على وقت الكراهه،
دخل المسجد في وقت الكراهة، فلا صلاة في وقت الكراهة. وده مذهب الايه؟ الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد. تسقط تحية المسجد عن الإنسان إذا دخل في وقت الكراهة المسجد. والشافعي قال تصلى لأن لها سبب سابق، وله أدلة كثيرة. يبقى العذر اختلف فيه الفقهاء، بعضهم حملوه على وقت الكراهة، والشافعية حملوه على عدم الوضوء أو عدم إرادة المكث، لكن له أن يصلي في أي وقت دخل المسجد، لأنه الصلاة في وقت الكراهة عند الشافعية تجوز لسبب سابق أو مقارن. قال علي بن المديني: وحديث سهيل ابن أبي صالح خطأ، أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني، يعني أخطأ في الإسناد، في ترتيب الإسناد. باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يعني لا تصلي في المقبرة ولا تصلي في الحمام. وفي برضو روايات لا تصلي في معاطن الإبل، مش كده برضو؟ يبقى في عندنا أماكن لا يصلى فيه. العلة في المقبرة النجاسة، نجاسة الأرض لاختلاطها بإيه؟ بالموتى. والعلة في الحمام للقذارة، لأنه كان الناس يستحمون في الحمامات فتنزل أقذارهم على الأرض، وكان لم يكن هناك بلعات ولا مواسير تمتص المياه، بل كانت تنزل المياه على الأرض فتتشربها، فكيف تصلي على مكان قذر؟ يبقى الحمام العلة فيه القذارة. اما حمامات اليومين دول خلاص ما بقاش فيها الاشكاليه دي، مش كده برضو؟ طاهره وبقى في بلاعات ومفيش مشكله، بس ما حدش هيصلي برضو في الحمام، ربنا وسع علينا. لكن احنا بنتكلم على العلل، فهمت العله؟ يعني يبقى العله في المقبره ليس الشرك زي ما قال الوهابيه، العله هي النجاسه. بل ذهب المالكيه الى جواز الصلاه في المقبره مطلقا طالما يتجنب النجاسه، مذهب المالكية كده. والشافعية قالوا بالكراهة إذا تجنب النجاسة، ولم يذهب أنها الصلاة في المقبرة شرك إلا الوهابية عشان يكفروا المسلمين، فاهم؟ فكل دي نقط مهمة ناخد بالنا منها. ويدعوا أنهم سلف. سلف إيه؟ إذا كان السلف ما قالوش كده، والإمام مالك ده سلف ولا تلف؟ هو سلف، هم اللي تلف. فلازم نشوف علل الأحكام علشان نفهم علة الأحكام. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، المقبرة والحمام. يبقى ما كان بجوار القبر مش دي تبع الارض؟ يبقى اذا جينا بجوار القبر كده وبنينا مسجد، ايه المشكله؟ فالكلام بنتكلم على القبر. طب خلصنا القبر وحوطناه كده وحجزناه، الارض اللي بجواره دي مش ينفع تبقى مسجد؟ جعلت ليها الارض كلها مسجد وتربتها طهوره. لكن اشكال كبير عند الوهابيه، ازاي يبقى في مسجد ملحق به قبر؟ مشكلة كبيرة عندهم، وكأن ربنا اللي بيعبدوه ده ميت، ربنا اللي احنا بنعبده حي لا يموت، وده مخلوق مات لا يشتبهان. فشيء عجيب الشكل. يبقى الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طب إمتى يكره أن أنا أعمل مسجد بجوار القبر؟ إن كانت القبور مسبلة، يعني ارض سبيل للدفن، فما ضيقش على الناس واخد مساحه اعملها مسجد، فهمت؟ اذا كانت ارض مسبله سبيل للدفن ما ينفعش بقى ساعتها اعمل ليله التضييق لاني اضيق على الناس في دفن موتاهم. لكن لو الارض مملوكه وليست سبيلا للدفن، ليه ان انا افعل فيها ما شئت؟ ابني بيت، ابني جامع، ابني نادي، ابني مكتبه،
ابني دكانه، ما ابنيش، انا حر، ده ملكي. فهمت بقى المساله؟ طالما مملوكه خلاص. فهمت المساله؟ قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر رضي الله عنهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكان عامة روايتي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا، مرسلا يعني أسقط به الصحابي. ونقف على باب ما جاء في فضل بنيان المسجد غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.